والكلام الفارغ اللي قالوه، انه مصادر اكدت لينا انه السفاره المصريه لم تتلقى اي شيء بهذا الخصوص، حول ما نشرته صحيفه الجارديان القطريه، وان السفاره وانه لطلب مكتب محاماه تابع لجماعه الاخوان الارهابيه. يبقى احنا عرفنا هنا السر. السر مين اللي طلب؟ مكتب تابع لجماعة الإخوان الإرهابية. هو من طلب من برلماني بريطاني، وإنه يقوم بهذا الأمر، ويقول إنه للصحيفة إن احنا طلبنا وإن احنا عملنا، وكل هذا الأمر لم تتلقى السفارة المصرية في لندن أي طلب من أي بريطاني أو أي أقصد برلماني في مجلس العموم البريطاني أنه يطلب الكلام اللي بيكلمته الجارديان الكاذبة. إعلام بريطاني كاذب، إعلام بريطاني خلاص انتهى، خلص إعلام بريطاني النهاردة، تدفع له فلوس بيكتب لك اللي أنت عايزه، انتهى يا للعار. المال القطري يحرك الإعلام البريطاني، فضيحة كل يوم، حرك بي بي سي، حرك الجارديان، حرك مش عارف، كل اشتغل، لا طلع فلوسك يا تميم، اشتري اشتغل. وانا قلت لكم في الاول ما عندناش، خلص، حدش غير مسموح انه حد لا يجي ولا محتاجين حد، الحمد لله، يعني الدنيا عندنا احسن من عندكم مليون مره، زي ما قلتها وافضل اقولها مليون مره، مش مره واحده. اذا الرقابه الاداريه، القبض على الدكتور مجدي حجي